بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة نتكلم على نبات زينة مشهور قوي في الوطن العربي، وينفع ان احنا نزرعه في المنزل ونزرعه في الحديقة، ممكن نعمل بيه اشكال جميلة، وهو نبات الالانتيرا. في منه الاحمر والاخضر والمبرقش. فالنهاردة هنتكلم على الاحمر والاخضر. للأسف النوع المبرقش مش متوفر بالنسبة لي. النبات هتشوفوه مع بعض، هو من نباتات مغطيات التربة، وفي نفس الوقت ممكن نزرعه في أسس ونعلقها في البلكونة أو في الشرفات، وبينزل وبيعمل شكل جميل قوي. مع بعض كده نتفرج عليه. ده نبات الألانتيرا الحمراء بالشكل ده، منظره كده، ودي الزهرة بتاعته البيضة، وفي الصنف الأخضر بيكون بالشكل ده. تمام، ادي الاخضر وادي الاحمر، ودي من النباتات اللي هي من النباتات مغطيات التربة، وفي نفس الوقت ممكن نعمل بيتحمل التحديد وبيتحمل التشكيل. فممكن ازرعه، ارسم بيه اسمي على الحديقة، ارسم بيه اسم حبيبتي، زوجتي، اسم الشركة، اسم البناية اللي انا فيها. ده بالنسبة للحديقة المنزلية او في الشركات. ممكن كمان ازرعه زي ما انا قلت لكم في الاسس، وبينزل متهدل، بيبقى شكله جميل قوي قوي. النبات ارتفاعه تقريبا بيوصل لحوالي 20 سنتي 30 سنتي، وبيفرش. بس في ميزة فيه ان هو بيحب القص باستمرار، يعني كل شهر ممكن اقصه. القص اللي بيطلع اعمل له اكسار، يبقى في نفس الوقت عملت اكسار للنبات، وفي نفس الوقت عملت تجديد للنبات، خليته يكبر وينمو ويفترش عندي في الارض بتاعت الجنينة، او لو عندي البلكونة بيهدل ويقفل معايا المكان اللي انا بعمله. طب الاكسار ازاي؟ بجيب النبات، العقلة بتاعتي بتبقى بالشكل ده كده، تمام، بقلل منها كمية الاوراق عشان البخر. ادي مثلا ناخد لنا من الاحمر والاخضر شوية بالشكل ده كده اهو، يبقى مشكلين اشكال منه بالمنظر ده، لا محتاج هرمون ولا محتاج اي مشكلة. هو طول العقلة تقريبا حوالي 5 سنتي 10 سنتي بالكتير قوي، بنقلل بس منها كمية الاوراق بالشكل ده عشان يقدر يكون معانا. بناخد من اللون الاخضر شوية ومن الاحمر شوية بالشكل ده. طب ناخد لنا مثلا حوالي 5 6 عيدان بالمنظر ده كده، ونجيب القصيص بتاعنا، نعمل الثقب بتاعنا ونحط كده ونقفل عليه. طيب بنعمل الحركة دي امتى؟ نعملها في اغلب السنة ما عدا شهرين الحر الجامدين وشهرين البرد الجامد. لو واحد شهر 12 واحد في البرد، و7 و8 في الشتاء. النبات حلو وجميل وممتاز جدا جدا، بيتحمل التأليم، بيتحمل القص، بيتحمل كل حاجة. خلطات التربة عندنا بينفع معايا في الحلقة اللي أنا عملتها لكم بتاعت خلطات التربة، بيكود في جميع أنواع التربة المتوفرة اللي أنا ممكن أعملها. في نفس الوقت التسميد هو مش محتاجين منه زهرة ولا محتاجين منه ثمرة، فاحنا بنستعمل السمات الان بي كي المتعادل 20-20 او 19-19، ايا كان سمات الان بي كي المتوفر، او يوريا. بحط على الاساس اللي زي دوت اليوريا قد ايه؟ حبيتين حبيتين يوريا كل شهر مرة. السمات الكيماوي الان بي كي بنحط حاجات بسيطة على طرف معلقة الشاي، ونحط ندوبه في مية، وبعد كده نسقي بيه الزرع. ده بالنسبة للتسميد. النبات بيتحمل الشمس وبيتحمل الحرارة العالية وبيتحمل القص والتشكيل والمناظر الجميلة اللي احنا ممكن نستفاد بيها. ده نبات الألانتيرا زي ما انتوا شايفين اهو، منه الأحمر ومنه الأخضر. يعيبه حاجة واحدة، وهو الإصابة بالدودة. ان الدودة اهي مثلا زي المنظر ده كده، شايف الورقة متفرغة ازاي؟ تمام، متفرغة ازاي؟ طيب ادي مخلفات الدودة، شايف النقطتين السود دولت؟ دي مخلفات الدودة. فلازم نعرف حاجة، ان الديدان ليلية، بمعنى ان الدودة اللي بتيجي في الحشرة بتطلع وقت المغربية وتنزل وقت الفجرية. حماية طبيعية ربنا اداها للديدان
عشان تكمل دورة حياتها من غير الأعداء الطبيعية ما يشوفوها ويموتوها. فبالتالي الرش الحشري يفضل إن يكون وقت بعد صلاة العصر كده، وقت العصر قبل المغربية أدي المبيت الحشري بتاعي. التوتة تيجي تطلع بتلاقي المبيت مسمم بتموت، فبيبقى نسبة القضاء بتبقى عالية. ودي من الحاجات اللي بتصيب الألانتيرا الديدان، والحاجة التانية البق الدقيق. طيب ايه المبيتات اللي انا بستعملها للديدان؟ عندك اللانيت، عندك التروزبان، عندك الاكتلك، عندك اكتار، عندك تايم سويت، عندك مجموعة كبيرة من المبيتات الحشرية. طب بالنسبة للبق الدقيق برضه بيمشي معاها المبيدات دي. طب ايه الامراض الفطرية اللي بتجيلي؟ نادرا ما بيحصل لي امراض فطرية بالنسبة لنبات الالانترا، الا لو انا كنت بزود المية وعندي صرف سيء. ان لازم نعرف معلومة ان انا عندي الاسس البلاستيك غير الاسس الفخار، فبالتالي كمية المية اللي انا بحطها في الاسس البلاستيك بتكون قليلة. فانا في الشتاء برويه مثلا كل 3 4 ايام، في الصيف برويه كل يوم، والري مفيد قوي بالنسبه له، بيكبر ويدي معايا منظر جميل. بينفع في المكان المظلل وينفع في المكان المشمس، بيتحمل درجات الحراره العاليه زي ما احنا قلنا، فيكون في جميع الوطن العربي. حلقه بسيطه ميسره بالنسبه لكم، والتكسر بتاعه زي ما انا قلت، لا اما بالعقله لا اما بالتفصيص. يعني ايه بالتفصيص؟ يعني بجيب النبات من التربه واقسمه نصين او اقسمه ثلاثه، اهم حاجه يكون في جزء من التربه مع النبات. ده معنى كلمه التفصيص. اتمنى تكون حلقه مبسطه عن نبات الالانتيرا. زي ما انتوا شفتوا، ادي الحمراء منها وادي الخضراء منها، بيبقى بالشكل الجميل ده بالمنظر اللي انتوا شايفينه، حاجه جميله محترمه مغطيه المكان كله، ينفع في المنزل وينفع في الحديقه المدرسيه وفي الميادين وفي كل مكان. اتمنى تكون حلقه مبسطه ليكم، ومع الف سلامه، تحياتي ليكم.